السلام عليكم، كدايرين؟ بخير لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. فيديو جديد ودرس جديد كما عودتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نوريكم الطريقه ديال الفصاله ديال الجوهره. كي كتعرفوا جوهره التوب ديالها كيكون ناقص في العرض ديالو. انا هاد التوب هذا عندي في العرض ديالو مترو وربع. هو في الفصاله ديالو كيكون الفصاله غير مغايره على الفصاله ديال التوب العادي. ما كنفصلوهاش بالتنكيس، ما كنفصلوهاش. التوب مطوي على 4، كيكون خصنا التوب يكون فيه في الطول ديالو على الاقل 3 متر باش يكفينا. انا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم هذا النهار الطريقه ديال الفصاله ديال التوب ديال الجوهره باسهل طريقه، واللي ان شاء الله غادي تقدروا تفهموها. بالنسبه لهنا في التوب، انا كما وريتكم عندي التوب فيه 3 متر في الطول، قل واحد 10 ديال السنتيم. في العرض ديالو فيه متر وربع، متر 25 سنتيم. ضروري يكون عندي الطول 3 متر على الأقل 3 متر ديال التوب. هذه جوهرة مبرة، ما كتعذبش في الفصالة ديالها بحال جوهرة حرير. جوهرة حرير كتكون كتزلق في الفصالة ديالها كتعذب. ضروري نثبتوها بالبانكات. هنايا أنا قلبت التوب على الظهر ديالو باش يجيني ساهل في الفصالة ومن نكرفصوش. بعد ما طويت التوب ديالي غادي نبدا الفصاله ديالي من الجهه اللي بقالي فيها التوب شايط. ما غاديش نفصل التوب من الجهه التحتانيه اللي كما شفتوا هنا. انا شديت من هنا الطول من التحت ديال التوب حتى الاعلى اللي بقالي فيها الفوق الكمام والطرف الاخر اللي غادي نفصل فيه، حيتاش هنايا السر كيكون هنايا في هذه الجهه هذه اللي غادي نفصلوا فيها الجهه المقابله. بالنسبه لهنا كنحط الكتف ديالي، كنسطر باش ندير خط مستقيم باش يجوني كتاف مقادين. كنحط في الكتاف 21 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه اللي كيكون عندي في الامام حيتاش الحاشيه كنحيدوها. كندير 8 ديال السنتيم، كنهبط ب3 سنتيم. هنا كنهبط ب2 سنتيم ديالي، فصاله عاديه كما وريتكم في الدروس السابقه. هنا كنطيح الكتاف ديالي ب3 سنتيم. بالنسبه للتركيز، انا القاعده الاساسيه اللي كنعتمد هي داكشي اللي عندي في الكتف هو اللي كنهبط فيه التركيز. عندي 21 في الكتف، كنهبط ب21 وكنحط الصدر ديالي. الصدر عندي فيه 28 سنتيم. كندير هذا الخط هذا غير باش نوريكم النقطه اللي غادي ندخل بها في التركيز. بالنسبه للامام كندخلو ب2 سنتيم وكنقور التقويره ديالكم. كنهبط ب14 سنتيم ديال الحزام، كندخل ب1 سنتيم او 2 سنتيم على حسب الايفازي اللي بغات السيده، وكنسطر النقطه ديال الحزام. بالنسبه لهنايا جيت الخلفه ديالي، هانتوما كيما شفتوا هاد الخلفه ما كنشدش منها العبار ديال الكتاف، كنهبط بها بالطول وكنشد الكتاف من الفوق. هنا بعد ما درت في الخلفه ديالي 42 سنتيم، وكان باقي لي التوب بامكاني انني نزيد، ولكن بالنسبه للسيده اللي بغات هذا القفطان هذا بغاتو يكون ماشي بالحزام، داكشي علاش ما وسعتش ليها في الخلفه بزاف، درت ليها 42 سنتيم. بالنسبه لهنا كما شفتوا انا المقطع في التصوير مشى ليا، كنجي مقابل مع الجهه الاخرى وكنحط الكتف ديالي مقابله مع الحزام، وكنبدا القياس ديالي نفس القياس اللي درتو كنديرو في هاد الجهه هادي. كنحاول انني ندخل انا غير هنا بالنسبه للقياس، عندي قياس صغير. مثلا اذا كان عندي 32 في الصدر راه غادي نجي وغادي غادي نحاول انني ندخل شويه. انا التوب بقى لي هنا التوب شايط، بديت انفاس مع الحزام وبديت العبار ديالي وهبطت به. هانتوما كيما شفتوا هنا غادي نشد الطول ديالي وغادي ندير الخلفة ديالي من التحت، وغادي نسطر نيشان من خط الحزام حتى الجلايل ديال التوب. كما هنا غنعاود معاكم باش تفهموا اكثر. جيت هنايا هذا هو الامام، هنايا بالنسبة للخلف جيت للجهه المقابله مع التركيز والصدر وحطيت القياس ديال الكتف ديالي ديال الجهه الاخرى.
هنا بقى لي الثوب مطوي حيت الطبله ديال الصاله ما كافيانيش انني نحط الثوب كله. هنا غادي ندير العنق ديالي، القياس ديال العنق باقي ما قطعتوش. هنا تراسيت العنق ديالي هبطت به ب10 ديال السنتيم باش غتكون عندي الفتحه في الامام على حساب العقاد، وخليت العنق مجموع شويه وكنقطع. دائما نخلي في التقطاع ديالي واحد السنتيم زايد، ما كنمشيش على الاطراس ديال الطباشير ديالي، كنخلي سنتيم زايد على حساب السرجي باش راك عارفين حتى السرجي كياكل من الخياطه شويه باش ما نلقاش مشكل في القياس ديالي انه ناقص. دائما نخلي سنتيم زايد. بالنسبه للخلف قبل ما نقطع باش نتاكد، كنجيب الامام ديالي وكنحطه على الثوب باش انني نتاكد من القياسات ديالي، رغم انني عاودت تراسيت من جديد وجد نفس القياس، ولكن باش نتاكد باش يكون عندي نفس القياس كنجيب الامام ديالي اللي كنت فصلته وقطعته وغادي نحطه على الخلف. وغنخلي هذا السنتيم هذا كما شفتوا، كنحيد داك الحاشيه وغنخلي سنتيم زايد داك الحاشيه حيت كتزول ما كتبقاش في الخياطه. كنقاد الكتف ديالي ونقاد التوب ديالي وعاد نقطع. دائما في الخلف داك سنتيم ديال الخياطه ما كنقطعوش، لان الامام ما كيكونش بحال الخلف بالنسبه للتركيز. هنا بالنسبه للخلف ديال الخلفه ديالي التحتانيه ديال الثوب كنطلع بثلاثة سنتيم وكنسطر نيشان، كنخرج النقطه اللي على برا من جهه الامام وكنقطع باش ما كيجيونيش الودنين في الثوب ديالي او في القفطان ديالي. بالنسبه لهنا الكم، دائما في الكم دوره التركيز اللي كتكون عندي كنعبرها، كنعبر دوره التركيز هي اللي كنحطها في الكتف. جاتني 27، حطيت 27، هبطت ب 12 سنتيم وكنسطر، كنقسم هذه المسافه على 2 وكنرجع نقسمها الجهه الاولى على 2 والجهه الثانيه على 2 هي على 4. بالنسبه للجهه الاولى كنطلع بواحد سنتيم ونص والجهه الاخرى كنهبط بواحد سنتيم ونص. دائما باش نتاكد في القياسات ديالي غنجيب دوره التركيز وغادي نحاول انني نحطها على دوره الكم ديالي. كنخلي سنتيم ديال الخياطه وكنحاول انني نضرب شويه بحال اللي غادي نخيط وكنتاكد من النقطه ديالي باش الطول ديال الكم. عندي في طول الكم 55 سنتيم زائد سنتيم الخياطه هي 56، دوره الكم عندي فيها 14 زائد سنتيم الخياطه هي 15. وكنسطر دائما هنا كندخل بواحد سنتيم ونص حتى لجوج باش ما كيجينيش الكم ديالي هابط نيشان، وكنقطع لكم. بالنسبه لهاد التوب اللي بقالي نقدر به ندير به حزام القفطان ديالي. هنا ساليت الفصاله ديال الجهاره، كنتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم. شكرا لكم على المتابعة، وفيديو آخر إن شاء الله.